مانو؟ انتي رجعتي طلبتي اكل من برا؟ انتي بتعرفي كتير منيح قديش الاكل الجاهز غالي، ورغم هالشي لساتك عم تطلبي منه؟ ايه انا بعرف انه الاكل الجاهز غالي، بس شو اعمل؟ عم اشتغل بوظيفة وعم اشتغل وقت اضافي كمان، يعني بعد هالشغل كله بدك يعني اجي على البيت ويكون عندي قوة اطبخ؟ فينود ليش انا وياك عم نشتغل؟ مو مشان نقدر نصرف ونعيش على كيفنا؟ بس يا مانو هالشي ما بيعني انك تطلبي اكل جاهز كل يوم. ما في داعي تعيط علي فينود، لانه انا كمان بعرف انه ما حدا عندكم كان عامل حفله، وانت اللي اجى عبالك تشرب، لهيك طلعت وشربت مزبوط؟ ايه مزبوط انا طلعت وشربت، بس ما طلعت كل يوم. قولي لي مين يلي رح يدفع الاقساط اذا ضليتي حضرتك عم تصرفي هيك؟ ما في داعي تشغل بالك بهالشي، نحن عم نطلع مصاري منيح، و انت رح تترفع بشغلك عن قريب صح؟ الاكل على الطاوله، برايي تاكل بسرعه قبل ما يبرد، بدي نام لانه انا عندي شغل بكير. سيسا فيتا هون؟ لا مو هون. يا مدام كمان ما انا هون. شو بدنا نعمل؟ خلينا نروح نشوفها يمكن راحت على بيت باتي. ايه يلا. خالتي بس سكوت، انت لا تحكي ولا كلمة. ها ليش اجيت لهون؟ ها مشان تكمل مسخرة علينا وعلى فقرنا وتنبسط؟ خالتي اسمعيني. ليكي خليكي ساكتة، هالشي كله صار بسببك. بترجعكن خدموني هالخدمة هي وروحوا من هون. شو صار؟ مرت عمي؟ لقيتوا سافيتا؟ لا لسه ما بعرف وين، ممكن تكون راحت. أمي؟ مازن؟ أمي؟ أنتي هون؟ أمي نحن دورنا عليكي بكل مكان. أمي أنا بعرف إنك مجروحة وزعلانة، بس في سبب ورا هذا الشيء، بترجاكي تسمعي هذا السبب بس لهالمرة. أمي بعرف إنه ما رح تصدقي، بس أمي جانا قدرت تعرف إنه الشركة يلي أجيت بده يستثمر فيها طلعت شركة وهمية، لهيك جانا فكرت إنه بيكون عم يطلبون ليصرفون على الفاضي. هي راحت على بيته لتحكي وسمعت بالصدفة إنه راسيلا وأجيت كانوا عم يحكوا عن الموضوع. أمي أنا فيني اشتري شقة لفاندو، هذا الشي بيسعدني كتير، بس يا أمي إذا أجيت باع على الشقة بعدين أو نقل على اسمه وصرف المصاري، نحن شو بدنا نعمل وقتها؟ وقتها ما منكون عملنا شي لأختي. اللي عملتي كان سيء كتير يا جانا، أنا اعتبرتك مثل بنتي، بس هلأ أنتي بعدتيني عن ابني، أنا رح عاقبك. وكوني واثقة إنه عقابك قاسي، ولا تنسي كمان إنه أنا المسؤولة الوحيدة عن الفرح اللي موجود بحياتك، لهيك أنا الوحيدة اللي فيني إنهي السعادة اللي عايشتيها وقت بدي، وفيني حقق لك سعادة بلمح البصر إذا بدي، وهذا الشي اللي رح أعمله. أنتي بدك تتسلطي على هذا البيت صح؟ استني وشوفي كيف رح أنهي تسلطك وقيمتك بهذا البيت. Thank you.
أنا سافيتا، بعتذر لأني عم بتصل فيكي بهيك وقت متأخر بالليل، بس في شي ضروري، بدي تلاقي لي رقم وحدة. ما بعرف وين بتشتغل ولا وين ساكنة ولا بعرف أي شي، فوراً لاقي لي الرقم واعطيني إياه بأقرب وقت. اسمع، هو ليش عم تبكي؟ ليش يا عمري؟ فارشو بيكون جوعان، خدي شربيه حليب لبين ما أنا جهز الفطور لمازن. ماشي، هي الحليب جانا. يا عمري خلص جانا حبيبي، وين الفطور رح تأخر؟ يلا يا حبيبي. تفضل ابني. أهلين. أهلين ساتيش، كيف كانت الرحلة معك؟ كانت كتير منيحة وكمان موفقة، أخذت العقد. كتير منيح، ألف مبروك. شكراً لك، كل من هي. ابني أنت إجيت بالوقت المناسب، فوت لجوا افطار معنا، يلا تفضل. ماشي. مرحبا ساتيش، كيفك؟ كتير منيح، كيفك أنت؟ أنا كتير منيحة، تفضل على الفطور. أكيد مو فطران، تفضل، رح أجيبك مالة الفطور. شكراً مازن. على شو؟ لأنكن استقبلتوا فارشا ودرتوا بالكن عليها. ما في داعي تشكرني على هذا الشيء، أنتوا الاثنين جزء من عيلتنا وفيكن تقعدوا بالبيت أمتى ما بدكن. عن جد معك حق، على كل حال هي بتحب تقعد معكن أكتر مني أنا. اطلع عليها من لما وصلت، يا دوب هي اطلعت فيني نظرة واحدة بس. أنا متأكد أنه هي ما اشتاقت لي خلال سفرتي كلياتها، وسألها إذا بدها، مو هيك؟ انت امتى بدك تبطل مسحك لتقيل ساتيش؟ شايف؟ انا عم احكي عن جد ومرتي مفكرتني عم امزح. بارشا يلا ضبي اغراضك لنروح على البيت. ليش؟ شو قصدك ليش؟ انا اجيت لهم مباشرة من المطار مشان نروح على البيت سوا، يلا. بس انا معلش بس بارشو، ساتيش معه حق يا بنتي، بيكون بده يروح على البيت ويرتاح. يلا اعطيني اياه. امي هاتي. امي انت ضبي اغراضك وروحي. يلا اشرب الحليب حبيبي، يلا لشوف. ماما انا جوعان كتير، بترجاكي امي حطي لي شي مشان اكله. ساشو اكيد انت منتبه انه سهام عم ياكل، هلا اذا بتركه وبقوم اكيد رح يرجع يبكي. انا برايي بتروح لعند ستك سوشنا وبتقلها تعمل لك شي تاكله، يلا روح. لا يا ماما انا بدي اياكي انت تطعميني مو ستي سوشنا. يا ابني انت ليش كثير عندي؟ شو القصه؟ ليش عم بتعذبها؟ تعال انا رح طعميك اليوم ماشي. لا ستي أنا ما بدي إياكي تطعميني، بدي أمي هي اللي تطعميني. جانو ليكي بنتي، أنا بدير بالي على سهام، أنت روحي طعمي ساشو. ليش يعني؟ ما حدا غيرك رح يطعمي ساشو، هو صاير كتير عنيد، صاير كبير، وأنا لهلأ كل يوم بطعمي بإيدي، ليش لحتى يتضايق إذا طعميتي أنت شي يوم؟ أنا ما رح طعميه وانتهى الموضوع، ما حدا غيرك رح يطعمي اليوم، إذا بدك كل وإذا بدك لا تاكل، فهمت؟ جانو ليش عيطتي عليه؟ كان فيكي تحكي معه بلطافة، لساته صغير حرام. صدقيني أنا حاولت فهمه بلطافة بس ما بعرف ليش ما عم يفهم، وسوهام ما عم يهدى معي من وقت ما راحت فارشا، بضل عم يبكي طول الوقت. أنا شربته الحليب بعد معاناة وإجا ساشين عم ينق علي بده ياني طعمي، لهيك أنا عصبت وطلع خلقي عليه. خلص رح روح طعمي بعد شوي لينام سوهام بروح. أمي لا تاكلي هم، طمني. ألو سافيتا عم تحكي معك.
ايه مدام سافيتا قولي لي. لقيتي لي الرقم اللي قلت لك امبارح تدوري عليه؟ ايه ست سافيتا، بس ما طلع رقمها لانه هي مغيرته. هاد رقم حدا تاني، عم دور على رقم الجديد. لاقي بسرعة، الموضوع ضروري كتير. أكيد ست سافيتا، بس ليش هالبنت فجأة خطرت على بالك؟ ليش بدك ياها هلأ؟ هذا مو شغلك، لا تسأليني، رح خبرك بكل شي. بس شوفك ركزي على الرقم هلأ ولاقي بسرعة. إيه؟ ماشي ست سافيتا، تكرم. ساشو؟ قوم ساشو، قوم كل. لا، ما بدي آكل. ليش ما بدك تاكل؟ خلص أنا رح تعميك بإيدي، يلا. لا، لا أنا ما بدي آكل. ليش هالحكي؟ هلأ كنت عم تقلي إنك جوعان كتير؟ لأنه أنا زعلان منك. أنت زعلان مني؟ طيب لشو؟ لأنك ما بتحبيني ماما. طيب مين هو اللي قالك إني أنا ما بحبك؟ ما في داعي حدا يقول لي شيء، أنا بعرف كل شيء. وقت سهام بكي أنتي شربتي الحليب، وقت قلت لك جوعان أنتي ما رضيتي تطعميني وقلعتيني من عندك. ساشو، طلع أنت ابني الكبير، بس أنا غلطت اليوم، شو بدي أعمل؟ أنا آسفة. ماشي، أنا غلطت معك اليوم، بس شو بدي أعمل لحتى راضي ساشو حبيبي؟ لقيتها. ليك، إذا أكلت أكلاتك وقتها رح جيب لك أكلة طيبة. بدك بوزة؟ بوزة على شوكولا؟ إيه تكرم عينك، بس بالأول ساشو بده يخلص أكلاته كلياتهم. إيه ماشي، يلا. ييه، هاد المكان كتير وصخ، غريبة هدول الناس كيف فيهم يأكلوا هون؟ خليني روح على مطعم تاني أحسن. مانو، أهلين آشا. مرحبا آشا، قليلي كيفك؟ أنا منيحة، صار لي زمان ما شفتك. أنا بضل أجي لهون على المول، كنت رايحة على البيت وشفتك لهيك ناديت لي. قوليلي شو أخبارك؟ كنتي رايحة على البيت لتطبخي؟ لا لا، نحن ما عنا وقت كتير لنطبخ، لهيك رايحة أكل بمطعم قريب من هون. من قبل كنتي دايما تروحي على البيت لتتغدي مع جوزك، قوليلي شو القصة؟ بس ما تكوني متخانقة مع فينود. لا أبدا، خناقة على شو؟ يعني متزعلين شوي أنا وياه، وهذا الشي طبيعي بين أي اثنين. معك حق، وكمان بتعرفي بهي الأوقات الصعبة فينود أكيد رح يكون زعلان. يعني طبيعي الشخص يتضايق لما يخسر وظيفته وراتبه. أنتوا اتنين أكيد عم تلاقوا صعوبة. دقيقة، استني شوي. أنتي شو هالحكي اللي عم بتقولي؟ شو المشكلة بوظيفة فينود؟ شو المشكلة بوظيفته؟ يعني فينود هو ما خبرك شي لهلأ؟ بشو؟ بالشركة اللي عم يشتغل فيها زوجك، الإدارة أخذت قرار إنه تقلع كم واحد مشان يوفروا شوية مصاري. الحمد لله اسم زوجي مانو بهي القائمة السوداء، بس فينود خسر وظيفته. ليش فينود ما خبرك هالشي؟ لا، القصة مو هيك أبداً، بس أنا بصراحة كنت مشغولة كتير بالمكتب باليومين اللي مضوا. يا ربي تذكرت آشا، لازم أرجع على المكتب بسرعة، بدي كمل ملف وسلمه. ايه ملف مهم، لازم روح هلأ. ليكي آشا، ليش ما بتجي انتي وزوجك شي يوم؟ نقعد منتسلى عنا بالبيت. أكيد بشوفك، رح روح هلأ. باي. Thank you.
تتصلي فينا؟ الخناقة اللي عملتيها بعد ما عزمتينا امبارح على بيتي ما كفتك لهيك اتصلتي؟ أنا ما بدي أحكي معك أنتِ، بدي أحكي مع فاندو، أعطيها التليفون. شو بدك تحكي معها؟ أنتِ شو بدك تقولي لها؟ هي ما بدها تحكي معك بأي شكل. فاندو عرفتك على حقيقتك يا جانا. وهي ما رح تتأخذ بكلامك الحلو بعد هذاك الموقف. صدمتيها بكل شيء عملتيه. وهي أبداً ما رح تسامحك. وما بدها تحكي معك بنوب، فهماني؟ إذا هالشي صحيح بدي أسمعه من فاندو شخصياً، رجاءً أعطيها التليفون. ما رح أعطي التليفون لفاندو، ما رح أعطيها إياه. وفوق الهاد فاندو ما بدها تحكي مع الشخص الحقير يلي أهان زوجها قدام الناس وزله زل. اسمعيني خالتي، لا تخليني أحكي، لأنه بعرف حالي منيح شو عملت، وأنا كل شي عملته كان صح. لو بدي أعطيكم المصاري كنت أعطيتكم. أنا أبداً ما رفضت أعطيكم شي، وفيني جيب لكم 10 بيوت. مو بس بيت واحد، بس ما فيني اعمل هيك شيء وانا بعرف نواياكم العاطله. فاندو انسانه بسيطه وطيبه، هي ما بتعرف الالعاب اللي عم تلعبوها، بس ما رح اسمح لهالشي يصير. اما بالنسبه لاجيت، كنت مستعده اعطيه المصاري، بس مين بيعرف اجيت وين بده يصرف هدول المصاري؟ ولما مازن يعطيه هيك مبلغ كبير، يمكن يصرفه على ملذاته الشخصيه. فاندو بسيطة وحبابة ولسه بتوثق فيه وهي مغمضة عيونها. بس أنا ماني عمياء، لأنه فيني شوف شو هو الصح وشو الغلط، وما رح خلي الغلط يصير مع فاندو. وكمان أجيت هلأ عم يستغل طيبتها وعم بيحاول. حاج بكفي. مرت أخي اسمعيني، أنت ما عندك أي حق تحكي على مرت عمي ولا حتى على أجيت. فاندو، وشو ما كانوا هن يكونوا رح يضلوا عيلتي وواقفين معي. واسمعي، ماني ولد مثل مو مفكرة والعالم بيضحكوا عليها وما بعرف ميز النوايا. ايه اكيد كنت غلطانة، بس مو بمعرفتي بحماتي واجيت، غلطانة بمعرفتي فيكي. لا تعذبي حالك وتتصلي فيني بعد هلا، وانا ما رح اعذب حالي واسمع اي شي بتقولي. لحظة فاندو، الو لك فاندو، الو فاندو، فينود أكيد رح يكون زعلان، يعني طبيعي الشخص يتضايق لما يخسر وظيفته وراتبه. فينود، أنت جاي اليوم بكير؟ إيه مانو، اليوم أجيت بالقطار ما أجيت بالسيارة، وحظي كان حلو كتير لأنه القطار ما تأخر، لهيك وصلت بكير. بسيطة، بس أنت رجعت وغيرت ثيابك فوراً؟ ما بدك ترجع عالشغل؟ لا، مانو حاسس حالي تعبان كثير اليوم، لهيك خبرت المدير وطلبت إجازة. يعني أنت رحت عالشغل نص يوم صح؟ إيه. فينود، عن جد اليوم انت رحت على الشغل؟ شبك مانو، شو انت جنيتي؟ لشو انت عم تعيدي نفس السؤال؟ طيب اذا رحت اليوم ليش ما لبست ثيابك على الشغل؟ مانو، انت بتعرفي انه انا بلبس الثياب يلي بتحطي لي اياهم كل يوم. وهدول شو طيب؟ شو هدول الثياب؟ هذا الشيء بيعني انك بلشت تكذب علي. انت شو مفكر؟ مفكر انه انا ما رح اعرف اذا انت ما خبرتني؟ يعني انت ايه صرت بعرف، بعرف انه نقلعوك من الشغل. بس كيف عرفتي؟ آشا اللي خبرتني، شفتها اليوم. بس فينود، انت كان لازم تقلي كل الحقيقة. بس طبعا ليش تتقلي؟ ليش انت معتبرني مرتك؟ مانو سكوت فينود، مانو شو نسيت اني مرتك؟
أنا لي الحق إنه أعرف شو عم بصير معك بالشغل أول وحدة بالدنيا كلها. كيف كان بدك إياني أقول لك مانو؟ كنتي عم تحلمي بترقيتي، كيف بدك أتحمل زعلك؟ وشوف أحلامك عم بتروح ومو قادر أعمل شيء. وبالنسبة للسبب يلي قلعوني من شانه، ما بعرف شو عامل لحتى مديري حاقد علي. أكيد هو اخترع سبب من شان إنه. بس فينوت، ليش خليت القصة توصل لهون؟ أنت بتعرف قديش عنا التزامات ومسؤوليات. لك أنا ما عملت شي عن قصد، ما أنا صدقيني. إذا كنت عملت هيك عن قصد أو لا، وضعنا صار مبهدل كتير، ما بعرف شو بده يصير فينا، شو بده يساوي راتبي لحاله بهالبيت؟ بدنا ندفع الأقساط أو نصرف على البيت؟ ليكي، بوعدك إني رح لاقي شغل عن قريب. كل شي رح يكون منيح يا مانو، لو سمحتي روقي شوي، كل شي بينحل. لو سمحت، إذا بتريد أعطي هذا الملف لمازن وقل له إنه مستعجل. أوميش، أعطيني الملف، أنا رايح على مكتب السيد ديكي، أنا باخده. ماشي. اسمح لي استاذ. استاذ، المدام بعتت هالملف لحضرتك. وهذا إلك استاذ. مازن، أظن أنه هذا لإلك. ماشي، تفضل. Thank you.
مرت عمي. قديشك متغيرة يا شرفاني. الله يحفظك مرت عمي. الله يحفظك. انت كتير متغيرة بنتي، من قبل كنتي تلبسي تياب هندية وهلأ هيك، ومع هيك لساتك كتير حلوة، وهالسيارة كتير حلوة والله. انت متغيرة على الآخر حبيبة قلبي. فيني قول شي شرفاني؟ كل شي فيكي متغير حبيبتي، بس احترامك لإلي لساته مثل ما هو، مو هيك يا بنتي الحلوة؟ الزمان والمكان بس فيهن يسببوا البعد ويفرقوا بين البشر، بس ما بيتحكموا بالقلوب، وبعض العلاقات ما بتتغير مع الظروف أبداً مرت عمي. مثل العلاقة اللي بين الأم وبنتها صح؟ عم تلعب مع بابا؟ انت بتحب ابوك كتير صح؟ مو هيك ساسو؟ والبابا عم يدير باله منيح على ساسو. حماتي كيفو ساشين؟ ساشين صار ولد كبير، لما بيجي بيوقف جنبي بيوصل لعند كتافي تقريبا، وهو كتير مشاغب وشقي. تقولي هالولد طالع لابوه تماما. شارباني انت كمان كبراني، صار عندك سياره ومكانه، كل شي تغير فيكي، مبين عليك كتير تطورتي بحياتك. يمكن انت عشتي حياه احسن بعد ما بعدتي عنا، ما هيك؟ انا مبسوطه مشانك. ليلي هلا كيفو سيد جيريش؟ البابا كتير منيح، كل الوقت بشغله بالليل والنهار. البابا قدر يوسع شغله ليوصل لكل أوروبا تقريباً، فيك تقولي صرت مديرة أعماله والعلاقات العامة. بصراحة عندي شغل واستقريت بأوروبا من فترة طويلة، وسبب زيارتي لهون مشان شوية شغل، شغل البابا وشغلي. هاي هي حياتي مرت عمي. بنتي فيني أسألك سؤال؟ أي طبعاً. أنتي تزوجتي شي؟ انسي الموضوع هلأ، شو بتفرق معك؟ أنتي قولي لي كيف خطرت على بالك هيك؟ في شي مهم حماتي؟ خير ساشين في شي؟ لا لا بنتي، ساشين بخير وكتير منيح. بصراحة حبيبتي أنا بالصدفة من يومين ثلاثة عرفت إنك إجيتي لهون على مومباي، لهيك أنا حبيت شوفك كتير مشان هيك حكيتك. إذا هيك بسيطة، طمنيني كيفك أنتي ومازن وجانا، هن مناح؟ إيه، لكان مازن صار رجل أعمال مهم كتير، يعني خلال سنتين حقق نجاح بشغله ما حدا بيحققه لو صار له عم بيشتغل 10 سنين. نحن هلأ نعتبر أغنياء بفضل نجاح ابني مازن، وكمان هو بيحب ساشين كتير وبيهتم فيه ليل ونهار وبيجيب له هدايا وبيدلله. شو رأيك بنتي تجي وتشوفي ساشين؟ ما فيني، أنا تركت حياتي القديمة هون والذكريات كلهم وراي من زمان، ما بدي أرجع للحياة القديمة اللي كنت عايشتها، تعبت حتى رجعت حياتي من جديد. حماتي إذا بدي أرجع لمثل ما كنت، ما عاد فيني بعد حالي عن هديك الحياة ورح أغرق فيها. كل ما كان هالشي أبعد عن قلبي وعن حياتي بيكون أحسن للكل.
أنا أجيت لهون بس مشان الشغل، وأول ما خلص شغلي بمومباي أنا رح أترك هذا المكان فوراً. مرت عمي، أنا ما بعرف شو رأيك فيني بعد هالغيبة، لأنه صار لي أكتر من سنة ما اتصلت فيكي ولا حكيت مع ساشين، وهلأ بدك يعني روح شوفه بعد غياب كل هالسنين، ومع هيك أنا عم قلك ما بقدر. أنا ماني أم منيحة برأيك صح؟ بس صدقيني مرت عمي، بحب ابني ساشو كتير وعم اشتاق له، بس خايفة من نظراته أو من إني اسمع صوته. كل هالشغلات يمكن يضعفوني إذا شفته، بلكي عواطفي اتجاهه فائت فجأة. شو بعمل؟ قليلي. لا مرت عمي، مصلحة ساشين إنه يضل عايش مع عمه مازن وجانا، هن أهله وهن اللي بحبوه هلأ، هن عائلته الحقيقية هلأ، و ساشين صار جزء أساسي من حياتهم. ما فيني إجي هيك ببساطة أخذ سعادة مازن وجانا. إذا ابني بيكون مبسوط معهم أنا بكون مبسوطة. على الأقل اسمعيني شارفة. خلاص لو سمحتي لا تحرجيني، ما بدي، وكمان لا تقولي لمازن وجانا أني أنا اجيت على البلد. أنا كتير انبسطت لأني شفتك، بما أنه الكل مبسوطين بحياتهم هذا الشيء بكفيني. مازن، أنت ليش تأخرتك؟ اتصلت فيك كتير بس أنت ما رديت علي، وبعثت لك رسالة وما رديت، شو القصة؟ لا تقلي رجعت اتخانقت أنت وجانا. لا لا مدام، ليش لنرجع نتخانق؟ أنا بس كنت عم فكر فيها كتير وكنت شارد بأفكاري وما انتبهت على حالي. تشرب شي؟ قهوة. تكرم. مازن ما بعرف شو بدي أقلك، بتضلك طول الوقت مع مرتك جانا، ومع هيك على طول انت بتضل مشتاق لها. عن جد ما بعرف، جانا حليانه كتير هالايام، كمان صاير عم تضوي مثل القمر، بس لو اقدر اعرف شو هو السر. نحن صار لازم نعرف شو السر اللي فيها. بس صح. مازن شو مشان حفله عيد ميلاد ديكي؟ لهلا ما حضرنا شيء وكل خططنا رح تفشل اذا رح تضلك شارد. لا لا رح نزبطها. طيب اسمع، انا بدي اخذ رايك بشغله مهمه. لازم ندبر أنا وياك شي مخطط حفلات لينظم لنا الحفلة، شو رأيك؟ بس كل مخططين الحفلات اللي بالمدينة محجوزين. مازن شو لازم نعمل؟ نحن كيف رح نقدر نخطط للحفلة وكيف رح تزبط إذا ما لقينا حدا يخطط لنا إياها؟ ما عم أعرف كيف بدها تمشي، لسه عنا شغل كتير وما ضل غير كم يوم للحفلة. لا تقلقي مدام. ليش واقفين هون؟ يلا حبيبي ما رح نطول، لا تمل، رفيقتي ساكنة هون ونحن مستنينا لتجي. ليش جبتيني معك؟ أنا شو داخلني إذا رفيقتك جاي؟ أنا مليت كتير وتعبت من الوقفة هون وبدي روح على البيت. إذا بتريدي. مو بدك تاكل بوزة؟ إيه انطر شوي ليك رح توصل.
عفوا، شو عم تعملي هون؟ اهلين، رفيقتي ساكنه بهالمكان ونحن كنا مستنينا لتجي. وانتي ساكنه هون؟ صحيح. شارباني، بعرفك، هذا ساشين. ساشين، يلا سلم على خالته. مرحبا خالته. يلا روح عطيه بوسه لخالته. يلا. يلا حبيبي. بس ستي، مو كانت رفيقتك رح تجي لعنا؟ خلص، لامتى بدنا نضل عم نستناها؟ يعني مثل ما نحن استنيناها، خليها تجي توقف هون وتستنانا كمان مشان تتعلم. يعني انتي ما رح تجيبي لي البوظة؟ لا حبيبي، انا رح اجيب لك بوظتين كمان. شو الطعمة اللي بدك اياها؟ اول واحدة على شوكولا والتانية على حليب. يا روحي، دخيلن هالخدود، دخيلن. يلا لنروح حبيبي. اخي، قديش كيلو البندورة؟ 20 روبية. اوف، ليش هالقد؟ الاسبوع الماضي جبت الكيلو ب10. معقول السعر تضاعف باسبوع؟ رح اخدهم بالسعر اللي جبتهم فيه الاسبوع الماضي. حط لي كيلو لو سمحت. يلا لشوف. شوفي الفليفله ظريفه ومازن كتير بحبها، بدي روح لعنده وجيب. ماشي. شو هاد؟ ليش الاسعار كلها ارتفعت بين يوم وليله؟ والله مو معقول. حط لي اياهم بكيس. يسلموا. امي، بكفي، خلينا نروح. بس ليحط لي الفليفلات وبعدين بنروح. امي خلاص، يلا خلينا نروح. يلا لحظه شوي بس لحاسبه. أمي؟ ليكي هديك فاندو؟ أمي استنيني هون، رايحة أشوفها شوي. ايه؟ لو سمحت أخي، قديش طلع حسابك؟ على فكرة هدول زراف كتير. فاندو؟ فاندو استني، بدي أحكي معك. ليكي فاندو، أنا بعرف إنك زعلانة مني، بس أعطيني فرصة لأحكي. يلا بنتي. فاندو؟ شبك، أنتي شو بدك مني؟ ليش عم تزعجيني؟ روحي، ما بدي احكي معك. بعرف انه كل شيء عم تقولي لانك معصبه، بس صدقيني انت فهمانه غلط. فهمانه غلط؟ بالعكس، انا فهمانه كل شيء صح. على طول بعطيكي فرصه جديده، بس انت بترجعي بتجرحيني. وهداك اليوم طفح الكيل معي. لك انت اهنتي اجيت قدام الكل، انت اهنتي، وبدك يعني انسى كل هذا واعطيكي فرصه؟ مرت اخي، شو بدك تحكي؟ أجيت ومرت عمي عم يستغلوني، قصدك عامليني لعبة صح؟ ايه؟ بس فاندو، بكفي مرت أخي. حاجة تحكي؟ أنت صرتي حاكية كتير على عيلتي وأنا ما عاد أسمح لك بهالشي. الحق علي، لأني حبيتك وساعدتك ووقفت معك قدام أخي، ما كنت اضطريت أوصل لهالموقف. فاندو اسمعيني، عم قلك بس كلمة فاندو. يا بنتي انت منيحه فاندو؟ على ما فاندو. فاندو فاندو شو صار لك؟ صار لك شيء فاندو؟ انت منيحه فاندو؟ بشو حاسه؟ قولي كل الحق عليكي بنتي. فاندو ايدك عم توجعك مو هيك؟ لا امي، ايدي كثير عم توجعك. سلامتك. ولا يهمك فاندو، انا ما كان قصدي انه يصير معك هيك. خلصي قولي كمان. عم تكذبي قدام عيوني؟ أنا شفت كل شيء، أنت دفشتي فاندو قدام الموتور وقصدها هالحركة. أنت
انت بتكرهيها كثير وبدك تخلصي منها، مشان هيك فاندو وقعت قدام الموتور وانجرحت. مرت عمي ليش لحتى تساوي هيك اصلا؟ انا كنت عم حاول وقف فاندو لانه بدي احكي معها لانها زعلانه، بس هي وقعت بالغلط. لامتى رح تضلي عم تكذبي؟ اه شو عم تستفيدي من هالكذب كله؟ انا صرت بعرف نواياك كثير منيح يا بنت. جانا انت بتكرهي بنتي كثير ما هيك؟ انت خايفه انه اذا انكشفت نواياك الوسخه قدام الكل رح تعطي لاجيت المصاري وتضطري تعطيهم الشقه، لهيك انت عملتي هالشي عن قصد. انا فهمانه عليك كثير منيح، بتعرفي ما رح اسمح لك تساوي اللي ببالك. اه صارت كل اوراقك مكشوفه قدام الكل، لهيك بدك تشيلي بنتي من طريقك وعم تحاولي تتخلصي منها باي طريقه، لانه اذا بتخبره لمازن شو عملتي رح يقلقك من حياته ويتركك ويروح. انت بتعرفي انه ابني شاب منيح وبريء وما رح يزعل مرت اخته. مرت عمي ليش هيك عم تحكي؟ انا ليش لا اعمل هيك؟ مرت عمي فاندو اختي كمان مو بس اخته لمازن. صدقيني. ايه اختك قلتي لي في وحده بتهين اختها بالطريقه الوسخه اللي انت عملتيها؟ شو هالطريقه اللي اهنتي فيها بنتي وقالتها احكي؟ ولا انت صاير روح قلبك المشاكل؟ فيك تعملي اي شيء مشان دوافعك الانانيه؟ انا فكرت حالي عرفتك وصدقت كلامك، بس انت عرفتي كيف تستغلينا وتتحكمي بابني، وصار هالمسكين ما بيسمع لاي حدا غيرك انت. بس الا ما يجي يوم وابني مازن يعرف غلطه ويتراجع عنه بسرعه، ووقتها بس رح تشوفي شو رح يعمل فيكي يا جانا. اذا لسه بتقربي على بنتي او بتطلعي فيها مره تانية بدي شيل عيونك التنتين. فينود انا لازم روح على المحطه. وانت انتبه على روتيوبوني ما بدي وصي. يعني ما بدك تفطري؟ لا ما بدي افطر اصلا، ما ضل معي وقت، وانت بتعرف مديري دائما بيكون معصب مني لاني بتاخر على شغلي. فطر روتيوبوني ماشي. طيب استني خدي سندويش على الاقل. ما ضل معي وقت. فينود لا تنسى تبعث روتيوبوني على المدرسه. يلا باي. مرحبا مدام، نحن من البنك. حضرتك بتكوني مدام فينود؟ ايه صح، انا زوجته لفينود. معنا اشعار من البنك باسمي. اشعار؟ بخصوص شو هاد؟ انت لازم تسددي القسط الشهري للشيك تبعك، لهيك انا بعتوني لحتى خبرك اليوم اذا ما دفعتي القرض تبعك بسرعه نحن رح نتخذ اجراء تاني. البنك ممكن يصادر كل شيء انشرى بالقرض. كيف؟ شو عم تحكي انت؟ ليك انا بدي فرصه لحتى زبط كل شيء، بدنا شويه وقت لندبر حالنا. زوجي من فتره خسر الشغل اللي بيشتغل فيه، لهيك نحن بوقتها ما قدرنا انه ندفع مصاري للبنك. بس نحن مو هيك ابدا، انتو بس اعطونا شويه وقت ونحن رح ندفع كل شيء ورح نسدد القسط صدقوني. بس هالشي مو مشكلتنا، اذا زوجك خسر الشغل وقعدوه بالبيت البنك ما بيكون مسؤول عن ظروف الناس نهائيا. زوج حضرتك صاحب قرض من عنا وصار لازم يرجعه فورا، البنك ما بيستناكن، لهيك عم نحذرك. فينود رجاءا رجاءا احكي شي كلمه معهم. نعتذر منكم بصراحه، نحن مجبورين، نحن شغلتنا بس ننفذ قوانين البنك. بس في شغله، اذا بتدفعوا اول 6 اقساط باقرب فرصه ممكنه ممكن البنك يعطيكم شويه وقت، بس اذا ما دفعتوا بسرعة البنك وقتها ما رح يستنى، لهيك حاولوا تدفعوا المصاري للبنك بكرة. شكرا. شكرا لكم. ليك فينود يا ربي من وين طلعت لنا هالمشكلة هلأ؟ ماني فهمانة شو رح يصير أكتر من هيك. فينود لازم تدور على شغل اليوم قبل بكرة، لازم تتصرف فورا. راتبي مستحيل يكفي لنسدد القرض كله فينود، مستحيل يكفي. ساتيش حابة احكي معك بشغلة. ايه عدي، ايه عدي شوي، كنت عم دقق تفاصيل مشروعي الجديد. شوفي هذا المشروع بيدل انه نحن صار فينا نثبت حالنا وامكانيتنا بالسوق العالمي.
فارشا، شو كان بدك تحكي؟ ايه ساتيش، كنت حابة اقول لك انه حابة اروح لعند رفيقتي اليوم، وفي احتمال انه اتاخر شوي لارجع من عندها. ماشي، بس مين هي اللي رح تزوريها؟ ساتيش، هو انت ما بتعرف لرفيقتي بنوب، امبارح شافتني بالسوق وعزمتني لروح لعندها لانه ما قدرت اشوفها بالسوق منيح، لهيك هي حكت معي وقالت لي انه اجي لعندها البيت. شو قلت؟ طيب ماشي، بس عم فكر انه نروح السينما سوا. طيب خلينا ناجلها لبكره لانه انا وعدت اشوفها اليوم، مو حلوه ما هيك؟ طيب ماشي، معناتها انا رح اقوم وصلك لهنيك. ما في داعي. شو؟ لأنه رفيقتي ساكنة بمكان بعيد من هون بفاساي، لأنه الطريق طويل كتير، يعني أنا قصدي أنه ما رح يمشي الحال نروح بالسيارة. أنت لا تاكل هم أبداً، أنا رح روح بالقطار لعندها. يعني كيف بدك تروحي بالقطار؟ عادي، أنا بدبر حالي، لا تخاف أنت. طيب بس توصلي لهنيك خبريني فوراً، ديري بالك. ماشي. طيب باي باي. ساندري. نعم مدام. خدي. اسمعي، أنا الليلة جاي على بالي أكل حلو طيب بالطحين، وإذا حدا من هون بينسى يعمل لي هالأكلة رح يتحاسب. حماتي جاي على بالها أكلة حلو بالطحين، معناتها أنا رح أحتاج شوية أغراض اليوم، رح أعمل صحن حلو كتير طيب، وحماتي بس تدوقه رح تنسى العصبية تبعها نهائيا، وأكيد رح تدعيلي، لهيك أنا لازم بلش بالشغل فورا. طحين، سمنة، وهاد السكر. سهام، شوفي سهام، يلا لشوف، يلا يلا اشرب الحليب يا روحي، يلا لشوف يا حلو، اشرب اشرب. جانا؟ مازن؟ جانا وينك؟ بدي توقيعك على هالوراق اللي معي. انت ليش لهلأ هون؟ كمان نسيت الوراق بالسيارة، يلا تعالي معي. بس مازن ما في اترك سهام لحاله بس ليشرب. يلا يا جانا، انا مستعجل كتير وبدي اياك توقع على الاوراق، وبعدها بدي اروح على المكتب بسرعه. مازن بس سهام لحاله، هي الشغله كلها دقيقتين. يلا قومي، يلا اشرب الحليب شوي وبرجع لك. يلا ما رح نطول، ما رح نطول. ما عن جد مازن، سهام ما بينترك لحاله بالبيت. مرحبا جانا، الأكلات اللي بعتي لي اياهم امبارح كانوا كتير طيبين. شكرا. ايه جانا صح، شو كنت بدي اقول لك، بكره جايه لعندك لحتى تعطيني الوصفه اللي عملتيها. ايه طيب مو مشكله، تكرم عينك. مين ما شافني بصير بده يسالني، وانا لازم جاوب على كل الاسئله.
سهام؟ سهام وينه يا ترى؟ لا طيب ليكي لو سمحتي شفتي لي ابني سهام؟ لا ابدا. اف وينه اخي؟ انت شفتي لي سهام بشي مكان؟ لا ما شفته. خالتي سهام مو مبين، شفتي لي اياه بشي مكان؟ لا ليش شوفي هو مو بالبيت؟ لا خالتي ما بعرف وين راح، نزلت دقيقتين ورجعت بسرعه لعنده ما لقيته، كنت تاركته على التخت. لوين بيكون راح يعني؟ هو ما بيعرف يمشي لحاله، اكيد لسه ما بعد. معقول راح لعند جافيتا؟ يلا امشي نروح لعنده ونسأله. يلا بسرعة. طمني أكيد راح نلاقيه. لحظة شوي، شوفي شو بكون صاير معكم شي يعني؟ سهام اجى لعندك عالبيت؟ لا ما شفته أبدا. وين بده يكون راح يا ربي؟ وين الولد؟ شو وين راح؟ ضلنا عليه كثير وما لقيناه. شو بدي اعمل؟ وين راح؟ خليني اتصل بمازن وخبره. ان شاء الله لنشوف. من شوي ما كان عندك وقت لحتى تحكي معي، شو صار لك انت؟ لا مازن هو سهام. شو بو سهام؟ ما بعرف وينه، سهام مانو مبين. انت شو قصدك؟ انا قصدي انه وقت نزلت معك لتحت ورجعت طلعت لفوق، كنت تركي سهام بالغرفة على التخت، بس طلعت ما لقيته ما بعرف وين راح. جانا طولي بالك، اسألي امي بركي هي اخدته معها لشي مكان. لا مازن امك طلعت قبل ما نروح، شفتها لما طلعت من هون. بعدين هي ما بتاخده بدون ما تخبرني. قلي شو بدي اعمل؟ ما بعرف وين بدي روح دور عليه. خلص طولي بالك انت، خلص لا تبكي، انا جاي. ايه انت رح تضب اغراضك بمحلن ماشي ابني مشان تنبسط الماما ماشي؟ انت صرت ولد كبير وشاطر كمان مزبوط؟ فوت انت روح على غرفتك وانا رح جيب لك الاكل ماشي؟ حاضر. امي شو صار؟ امي سهام. امي شوفي شو صاير لسهام؟ ليش عم تبكي؟ امي سهام مانو بالبيت. شو قصدك يعني؟ تعالي معي. شو صار؟ أنا كنت حاطته هون، نزلت لتحت شوي وما طولت وبعد ما طلعت ما لقيته بتخته وما بعرف وينه. كيف يعني؟ لوين راح؟ ما بعرف وين راح وما بعرف شو بدي أعمل. جانا مازن سهام. مازن وينه سهام؟ بس دقيقة يا جانا، حاش تبكي طولي لي بالك، حاش تبكي. شو صار؟ مازن أنا لما نزلت معك لتحت طلعت لهون على الغرفة ما لقيت سهام، ما بعرف وين راح، مين بده يكون أخده يعني؟ ميلي أنت دورتي منيح بالبيت؟ إيه أنا دورت بكل البيت. طيب أنا رح أسأل مازن الجيران. سألت الجيران ما حدا بيعرف، ما حدا شافه أبداً، شو بدنا نعمل يا ربي؟ ماما شو بك ليش عم تبكي؟ سهام ابني سهام مو مبين بالبيت، ما لقيناه يمكن ضاع أو ما بعرف. جانا حاجة تبكي وطولي بالك، أنا رايح دور عليه وشوفه. وين بدك تدور عليه؟ قلت لك مو مبين. يا ريتني ما نزلت معك لتحت وما تركته لحاله بالبيت، أكيد سهام بيكون ضاع. خلص طولي بالك، أكيد بيكون في حدا شافه، يمكن حدا شافه وأخده معه. لحظة طولي بالك لحتى نعرف نتصرف. طولي بالك روقي أمي سهام. خلص بنتي فهميني كيف بيروح الولد لحاله؟ أه؟ يعني ما بتعرفي تنتبهي على ابنك الصغير؟ هلأ الولد بيكون ضع بسبب إهمالك يا خانم. قليلي إذا ما فيك تديري بالك على سهام أنا موجودة، فهميني وين بيكون رح هلأ؟ لو إنك أم حقيقية ما كنتي بتسمحي لهذا الشيء إنه يصير. بكفي أمي، هي ما دخلها، أنا اللي جبرتها تنزل معي لتحت، معقول؟ هي كمان أمه، يعني شو بده يكون شعورها تجاهه؟ أه؟ إيه ساشي فوت على غرفتك. ماما
هذا بيته لمازن؟ ايه. انتو يلي قدمتوا شكوى عن ابنكم المفقود؟ ايه. لكن احكي لنا كيف ضاع ابنك؟ شوف، ما كان في حدا بالبيت، مرتي كانت هون بس نزلت معي شوي لتحت، كان في عنا شغلة صغيرة، ولما رجعت ما لقته. انتو كم واحد بالبيت؟ نحنا 6 أشخاص، أنا ومرتي وأمي وحماتي وولادي كمان. طيب انتي يا خانو وين كنتي؟ أنا كنت عم جيب حفيدي من مدرسته وبعدين اجيت على البيت. طيب وانتي؟ إذا حضرتك عم تستجوبني كأني أنا المتهمة بهذا الشيء ما رح جاوبكن أبداً، عم تفهموا؟ أنا ما عملت شيء نهائياً. اللي عمل هذا الشيء وارتكب هاي الغلطة رح يتحاسب عليها. أنت مطلوب منك تجاوبيني على أسئلتي كلياتها. لا، أنت شكلك ما فهمت اللي حكيته، مو هيك يا حضرة المحقق؟ ما رح جاوبك على شيء أبداً. أمي، أنت شو اللي عم تقولي؟ ما بدك نلاقي سهام؟ احكي يلا يلا، لازم تجاوبيهن. أنا رحت على حفلة كيتي. ومين هاي؟ هاي سوندري الخدامة. وانتي وين كنتي وقت الحادثة؟ هاي سكرتيرتي الخاصة وكانت معي بالحفلة نفسها، غيره. مازن، هلأ بدك تقلي عندك شي أعداء قديمين أو خلاف مع أي حدا؟ لا، ما عندي أي أعداء حضرة المحقق. في شخصين بيقربونا من نفس العيلة، أنا بشك فيهم. مازن؟ معقول يكون أجيت بده ينتقم منا؟ شو عم تقولي؟ أنت كيف بتتهمي أجيت؟ أمي، أنت شو قصدك؟ قصدك صهري سمعته سيئة؟ شو قصدك؟ أنا بعرف قصدك كتير منيح، أنت كل غايتك إنه تشوهي سمعت بنتي وصهري، ما هيك؟ أنت شو فكرة؟ إنه أجيت إجا لهون وخطف ابنك؟ قولي! أمي اسمعيني شوي، لحظة، هي ما قصدت أبداً. أنت لا تحكي بنوب لأنه ما حدا بيعرف نيتها لهالمرأة غيري. أمي كمان هي ابنها ضايع، يعني ما بتقصد تزعجك. نحنا هلا بمشكلة، سوهام مو مبين، بس خلونا نعرف وينه. يا مازن اسمعني شوي، انت لازم تتصل بقرايبينك كلهم وخليهم يكونوا هون عندك خلال ساعة وبسرعة كمان، وإذا اجتمعوا هون رح نعرف شي قصة تودينا للولد. رح اروح وارجع بعد ساعة، يعني ما رح طول، وممنوع حدا يتحرك من هون لحتى ارجع. سمعانين؟ حاضر سيادتك. الو الو ساتيش، مرحبا، انا مازن. نحن هلا واقعين بمشكله، سهام ضايع. نعم، سهام ضايع؟ كيف؟ هلا بعدين بخبرك، بس هلا انت قلي، انت وفارشا عندكم اي فكره عن سهام؟ لا، ما شفنا بنوب. واليوم فارشا طلعت تشوف رفيقتها اللي ساكنه بفاساي، بس ما شافته. يلا انا جاي لعندك. ماشي، لا تخاف، نحن رح ندور عليه سوا ونلاقيه. ماشي. طيب ماشي، تفضل. الو مازن، كيف؟ لازم نروح على بيت مازن. شو انت جنيت؟ انت بتعرف نحن ما قلنا شغل هنيك وبدك تروح لعندهم ببساطة؟ امي ما عندنا خيار تاني، بس يعني بصراحة في حدا خطف سهام من البيت والشرطة طلبت الكل لتحقق معهم. نحن لازم نروح، ما عنا خيار تاني. شو؟ ليش لحتى نروح لهونيك؟ معقول تهمينا انه نحن خاطفين الولد؟ على كل حال نحن ما قلنا علاقة نهائيا، يصطفلوا ما في داعي نروح لعندهم. يا مانو نحن لازم نمشي لانه الشرطة طلبت كل القرايبين لحتى يحققوا معهم.
وإذا ما رحنا وقتها رح نصير متهمين. بينوت، شو هالمسرحية هاي؟ أنا حاسة إنهم متفقين وعم يعملوا هالشي عن قصد. يمكن يكونوا هنن يلي مخططين لكل شي. حاسة إنه هذا كله تمثيل. ما لو فيك تسكتي شوي لو سمحتي؟ يعني ليش لحتى أسكت؟ أنا ماني عاملة جريمة لحتى خاف منهم. أصلاً بكفينا المشاكل اللي إحنا فيها، ناقصنا هدول؟ ماشي، هلأ عيطي وخبريهم عن مشاكلك. جابونا بس تضيع وقت، بس يلا ما أنا مشكلة. أنا بنبسط كتير بس شوف مازن بهيك وضع. جانا كيف صار هيك؟ جانو الصبح نزلت مع مازن لتحت شوي، ولما طلعت لفوق ما لقيت سهام بالغرفة. بس كيف ممكن يصير هيك؟ طيب فهمونا شي يا جماعة، ليش كلكن ساكتين هيك؟ ليش ما عم بتردوا علي؟ بعدتوا ورانا كلنا لنجي لعندكن، بس لأيمت بدنا نتحمل هالإهانة؟ ايه صح معك حق، بكفي هيك، نحن ما رح نستنى هون ولا دقيقة. بعرف انه خطف سوهام موضوع كتير خطير يا جماعة، بس هذا الشي ما بيعني انه نوقف هون كلنا مثل المجرمين. خلونا نمشي. ما حدا رح يمشي. لحتى تجي الشرطة ما حدا منكم بيمشي. لك مازن اللي عم تعمله غلط، انت شو قصدك من هالشغلة كلها؟ اه؟ شو عم تفكر؟ مفكر انه كلياتنا مجرمين؟ لا ما فكرت هيك. انا مالي شاكك بحدا، بس هذا الشي بيخص ابني، لهيك تحملوا شوي ليخلص التحقيق. ما حدا بيمشي. طيب ليش لحتى نحن نتحمل؟ هي مشكلة بعيلتك وبتخصك لإلك، وإذا حضرتك مهتم كتير بابنك يا ريت تروح وتشوف وينه، لأنه نحن كلنا ما قلنا ذنب بهذا الموضوع بنوب، خلينا أولادنا بالبيت. خلاص لو سمحتي حاج تحكي حكي بلا طعمة. أنا طلبكم لهون لتحلوا معي هاي المشكلة، والشرطة هي اللي طلبت هذا الشيء كمان. ليش يعني شو بدها الشرطة منا؟ أمي هدول شو بدك؟ شو بيعرفني أنا مانو؟ ما فيك تمنعنا نطلع. هدوء. ولا حدا رح يحكي بدون إذني، مفهوم؟ حضرة المحقق، نحن مو مجرمين لحتى أنت تطلبنا وتحقق معنا. رح نعرف إذا كنتوا مجرمين أو لا. يلا هلأ جاوبني، مين بتكون أنت؟ أنا دقيقة حضرة المحقق، أنا بكون فاندو أخته لمازن، وهالزلمة بكون زوجي. أنت بتكون زوج أخته. خبرني وين كنت بالضبط وشو كنت عم تعمل وقت الحادثة؟ ست سافيتا، هاي تاني مرة بتعزميني على بيتك وبتهينيني. قليلي انتي لأيمتى رح تضلي تتصرفي هيك؟ حضرة المحقق، هاي بتكون بنتي وهذا بيكون سهري، وهي أمه للشاب، هنن ما عملوا أي شيء، ما في داعي تحقق معهم. سمعت؟ جاوب على أسئلتي وبس. وين كنت بوقت الحادثة وشو عم تعمل؟ جاوبني وبلا لف ودوران. لك أنا ما قلت لك هنن ما عملوا شي نهائيا، لا تحقق معهم لو سمحت. لو سمحتي لا تتدخلي بشغلي أبدا. ما أناك موظف؟ أنت أكيد ما عندك لا شغلة ولا عملة، يا ريت تخبرني شو كنت عم تعمل وقت الحادثة بالحرف الواحد. أنت شو قصدك؟ يعني شو بدك تقول؟ إنه سهري خطف الولد؟ لا أنا ما قصدت هيك شي.
أنا بس عبرت عن شكي. أنا ما عم أفهم ليش حضرتك عم تدافعي عنهم لهي الدرجة. من وقت ما بلشت التحقيق مع هالجماعة وأنا ملاحظ إنه تصرفاتك بحق كنتك ما منيحة أبداً. مبين عليك إنك ما بتحبيها. ويمكن أنت لحتى تأذي كنتك وتضايقيها رحتي خطفتي الولد لحتى تعذبيهم شوي. حضرة المحقق، ايه معك حق، انا اللي خطفته للولد. سمعت مازن؟ سمعت بإذنك انا بشو متهمة؟ يلا جاوبني، انت معقول تصدق ان امك ممكن تخطف حفيدة؟ انا متأكدة انه مرتك هلأ صار اللي بدها اياه. كنتي سيئة وهي اكيد خططت لهالمؤامرة. حطوني بالسجن لشوف. امي خلص اهدي شوي، انت ما بيصير تحكي هيك حكي. روقي جاوبي على اسئله المحقق وبس. حضره الضابط، انا بعتذر بالنيابه عن امي، هي ما بتقصد ومستحيل هي انها تكون خطفت ابني. انت شو بتقرب الولد؟ يلا جاوبني. انا بكون هو. حضره المحقق، هو بيكون اخوه لجانا وأنا مرت أخوه. معناها أنت يلي خليتها لأمك تترك البيت. هات قلي لشوف وين كنت وقت الحادثة وشو كنت عم تعمل. أنا طلعت دور على شغل ومرتي كانت بالمكتب. أيوة، لكن أنت كمان قاعد بلا شغل. أنا ملاحظ إنه كل قرايبين عيلة ديشموخ هالأيام قاعدين بلا شغل. اللي مين في معك بالبيت؟ أنا ومرتي وبنتين صغار. طيب شلون عايشين؟ بظن مرتك راتبها منيح. أنتي بتصرفي على البيت صح؟ وأنتي أكيد خجلان من هالشي صح كلامي؟ بتصور يمكن لأنك مانك ملاقي شغل متضايق على حالك، ويمكن أنت تكون يلي خطفت الولد. شو هالحكي حضرة المحقق؟ معقول إنه أنا أخطف ابن أختي؟ أنا عندي شك بهالشي لأني بعرف منيح المشكلة يلي عاملها. هذا القرض تبع بيتكن مزبوط يا أساتذة؟ شو؟ أي حدا ممكن يشك فيكن بعد ما يشوف هالشي، مزبوط سيد فينود؟ حضرة المحقق، اللي عم تحكيه صح، بس بغض النظر إذا كان زوجي موظف ولا لا، حتى لو أخذين قرض وما عم ندفع، أنا لهلأ ما فهمت شو دخل هالشي بحادثة الخطف لحتى تشكوا فينا. بعدين أنت عندك شي دليل لحتى عم تتهمنا؟ ورجينا دليل واحد. معك دليل؟ بس تكون متأكد وقت فيك تتهمنا بهالشي. بس جيب دليل رح تشوفوه، استنوا بالأول لحتى لاقيه. بس يصير معي دليل رح تشوفي بعيونك. وانت؟ هذا زوجي وانا اخت لجانا. انت وين كنت وقت الحادثه؟ انا كنت عم جيب الاولاد من المدرسه وهو راح المكتب. سيد مازن، انت لسه عندك بنت عم وينها؟ انا ماني شايفها. سيدي هي بتكون زوجتي. طيب ليش اجيت لحالك لكان؟ وين مرتك؟ بصراحة زوجتي راحت تشوف رفيقتها. وانت ما اتصلت فيها وخبرتها انه الكل مطلوبين؟ بالحقيقة هي راحت على فاساي وبدها أكثر من ساعة لتوصل لهون، ما كانت رح توصل على الوقت لهيك. طيب مدام جانا، قلي لي كيف كانت علاقة أختك مع ابنك اللي تربى عندها؟ لحظة حضرة المحقق، خليني أنا أقول لك. شوف، مدام فارشا عندها علاقة منيحة مع ابن جانا. فارشا بتحب سهام كتير وهو ضل عايش عندها فترة طويلة، وبالحقيقة حسب التقارير الطبية فارشا ما بتقدر تجيب أولاد كل عمرها، وهي عبت هالفراغ الكبير من خلال ابن أختها.
سهام بالنسبة إلها مثل ابنها. صدقني بتحبه كتير حضرة المحقق. سيد ساتيش، بتعرف عنوان رفيقة مرتك؟ ايه بعرف العنوان، هي عطتني اياه الصبح. يلا لكان، اذا مرتك مانا جاية لهون خلينا نروح نشوفها. ماشي. راميش يلا خده. حاضر سيدي، تعال. يلا مازن. اجت وحده لهون اسمها فارشا. فارشا سيدي اسمح لي انا بحكي معها. مرحبا، انا ساتيش زوجة لفارشا. انا لازم احكي معها كتير ضروري، عم دق لها وتليفونها مسكر. يا ترى فارشا عندك شي؟ فارشا هي شبك. شوفي ليش متوتره هيك، قولي لهم وين بتكون فارشا. ليكي مدام، تحيلنا الباب، لازم نفتش البيت. أي واحدة فيكم فارشا؟ وينك براتا؟ شوفي شو معلق على الساري تبعي، ماني عارفان. انتي فارشا؟ اختي؟ صهري؟ ساتيش ليش الشرطة هون؟ قلولي شو القصة؟ يلا جاوبني. ليكي نحنا بدنا نسألك كم سؤال. في حدا جوا؟ قصدي غير رفيقتك. لا. ليلي من امتى انتي هون؟ انا اجيت لهون من الصبح. بس انت ليش عم تسألني هالأسئلة؟ اختي قلي لي شو صار؟ فارشا سهام، سهام ضايع ومو مبين. كيف؟ انا نزلت لتحت دقيقتين مع مازن، ووقت رجعت ما لقيته لسهام، سألت الكل بس. خلص اهدي. بس اختي الشرطة بهالمكان، هذا بيعني انه هن شاكين فيني؟ لا لا مو هيك. مو هيك القصة، هن كانوا عم يحققوا مع الكل، نحن اجينا لهون لانه انت ما كنت هنيك. لو سمحتي لا تاخذي الموضوع شخصي. تفضلي معنا لو سمحتي. يا جماعة التحقيق لسه ما انتهى بالقصة. هلأ فيكن تروحوا على البيت، بس لو سمحتوا ما فيكن تتركوا المدينة بدون إذني، وأكيد بتعرفوا ليش. مشان بس احتاج حدا لازم يجي لعندي بسرعة. واضح كلامي؟ شفت؟ هي مشكلة جديدة طلعت لنا من وراء عيلتك المصونة. يعني ما عنا شغلة غيرهم؟ مفكرين بس يطلبونا بدنا نجي لعندهم ركب. قال شو الشرطة بديانا؟ أصلاً ما بيجينا من ورا عيلتك غير وجع الراس يا فينود. خليهم يتركونا بحالنا، خلينا نمشي. خلاص لبقى تبكي روقي، كل شي رح يكون منيح. ماما ماما قولي لها وينك يا سهام. اختي ضايعة والسبب ضياع ابنها الغالي سهام. امي لو سمحتي ديري بالك عليها. هي هلا بحاجة دعمك انت وصهري مازن كتير. اختي لبقى تبكي روقي. Thank you.
تطول بالك أخي مازن. ساتيش امشي. أنا رايح أحضر اجتماع وأرجع، ماشي؟ بيقدر يبعدك عني يا عمري. مدام، ابنك من شوي نام. ايه تمام. شوفي انتي لازم تديري بالك عليه منيح. ايه على أكله وقعدته كمان ووقت نومه. وانتبهي كتير منيح عليه، وإذا بلش يبكي بغيابي وما قدرتي تتصرفي اتصلي فيني دغري على موبايلي. ماشي. أنا قاعدة هون بهاي البناية، ما رح أتأخر عليك. وفي شغلة، سوهان بس بيشرب حليب بالشوكولا، لا تنسي بنوب هذا الشي، هو بيحب الحليب بالشوكولا يلي بعطيه. فيك تروحي، أنا هلأ رح ضل معه. سوام مازن، لقيته سوهام. دخيلك مازن، دخيلك، جيب لي ابني بترجاك. مازن جيب لي سوهام بترجاك. جانا، الشرطة عم تدور سوهام، رح يلتقى، انتي لا تخافي. مازن انا عم حاول اقنع حالي انه رح يلتقى، وعم اقول لحالي رح يرجع. قلبي مانو مطمن ابدا، هو ابني الوحيد ومالي غيره. أنا بحياتي ما أزيت حدا يا مازن، ليش هيك عم بصير فيني؟ من وين اجتني كل هالمشاكل؟ أنا ما فيني أعيش بدونه بنوب. نحن خسرنا ابننا من قبل وتعبت لحتى نسيته، وهلأ ما بدي أخسر سوهام كمان. أنا ما بدي أخسر سوهام بترجاك. روح لاقي سوهام لو سمحت مازن، رجع لي إياه لو سمحت، أنا ما رح أرتاح لحتى لاقي جنبي. دخيلك يا مازن، ما فيني أعيش بدونه ولا لحظة. إذا بتري جيبه لعندي. خلص روقي شوي ولا تبكي. اسمعيني، أنا رح لاقي سوهام بوعدك بهالشي، بس وعديني وعد إنه أنت ما عاد تبكي بنوب، وعديني. مازن، لأنه وقت أنت بتبكي أنا بفقد روحي، بدك يعني أفقدها؟ لا. لكن خلص وقفي بكي. حبيبتي جانا صدقيني، أنا رح دور من كل قلبي عليه. أنت شو مفكرة هذا بيكون ابني؟ أنا رح لاقي لسوهام. مازن، أنت لا تقلقي. ستي، شبه حبيب قلبي الحلو، قلي ليش عابس ومتضايق؟ بدك اشتري لك حلويات؟ معناتها مشتاق لسوهام، ما؟ طيب بدك مصاري؟
شو صار؟ ليش زعلان هيك؟ شو في؟ قول. ستي بدي أسألك شو معنات ابني الوحيد؟ مين اللي قالك هيك؟ ستي أنا ورايح لنام مع بابا وماما، ماما ما شافتني بس سمعتها عم تبكي وكانت زعلانة كتير وهي عم تقول لبابا إنه سهام ابنها الوحيد بس أنا ما عاد بدي نام معهم. إيه لا تزعل، إذا أمك ما بتحبك ستك سابيتا بتحبك كتير وبتحكي لك قصص حلوة مظبوط؟ أه؟ هي قالت إنه سهام ابنها الوحيد صح؟ لا تزعل، أنت حفيدي الحلو والغالي اللي بحبه أنا دخيله الحلو ورح تنام عندي. بس ستي لسه ما قلتي لي شو يعني ابني الوحيد. ايه انت بتعرف اكيد قصة سندريلا ما هيك ابني؟ ايه بابا حكى لي اياها مرة وحبيتها. حلوة ما هيك؟ تماما. شو كانت امها لسندريلا تعمل؟ كانت دائما تصرخ عليها وتضربها كتير وكانت كمان تخليها تشتغل كتير. ليش؟ لأنه سندريلا ما كانت بنتها. أها إيه نفس الشيء. أنت كمان مانك ابن الحقيقي لجانا، بس سهام بيكون ابن الحقيقي، لهيك هي بتحب سهام أكتر وهي كمان بتعاملك مثل ابن زوجها. ستي أنت عم تكذبي، أما لسندريلا ما كانت مثل أمي أبداً لأنه ماما ما بتخليني أشتغل بالحقيقة، وكمان هي بتحبني كتير كتير. إذا عم تمدحها وبتحبها كتير لكن إلي لأشوف ليش أمك حبيبة قلبك قالت إنه سهام ابنها الوحيد ومو أنت ابنها؟ ليش كانت عم تحكي هيك؟ أه؟ هيك بتعمل أمك الحقيقية معك وبتحكي هالحكي؟ لكن قولي مين أمي الحقيقية؟ أمك الحقيقي. يا ربي كيف بدي أقول له إنه اسم أمه هو شعرفاني؟ والله إذا بقول اسمها لهالبنت رح تصير مشكلة كبيرة كتير. جانو لأيمت بدك تضلي ناطرة هيك؟ فوتي لجوا. أمي لشو مازن لسه ما إجا؟ رح يجي، يلا فوتي لجوا. يا ترى وين بده يكون سهام هلأ يا أمي؟ عادي سهام وين بده يكون؟ اختفى. مازن قال لي إنه رح يرجعوا على البيت بس أنا مازن وينه سهام؟ انت قلت لي انه بدك تلاقي وتجيبه. مازن قل لي وينه سهام؟ ما قدرت لاقي. كيف يعني؟ ليش عم تقول انك ما لقيته مازن؟ انت قلت لي انك رح تجيبه معك، ليش عم تحكي هيك؟ مازن انا دورت عليه طول الليل ما خليت محل بس ما قدرت لاقي. واذا في حدا خطفه من شان المصاري اكيد كان اتصل، وأنا جاهز لأقدم أي مبلغ بيطلبه مني بس ما حد اتصل، والشرطة هنن ما لقوا كمان. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.